ما زلنا مع الأصول الفارقة، عدوا على هذا من نوار زي إخوة أفاضل، الأصول الفارقة بين أهل السنة والروافض المارقة، بل كل الشيعة. الأسبوع الماضي كنا تكلمنا على الكلام على الشيعة الإمامية، والأسابيع الماضية تكلمنا على الشيعة الإمامية صحيح، ووصلنا للكلام على الباطنية الغلاة، ووقفنا مع عقائدهم في الكلام على الإمامة والتقية صحيح، وأيضا التأويل لطمس معالم الدين من هؤلاء السبائية، من هؤلاء السبائية، والسبائية أيضا من غلاة الشيعة. السبائية هم أصل الباطنية، السبائية هم أصل الباطنية، هم أتباع عبد الله بن سبأ، هم أتباع عبد الله بن سبأ الأسود، أمه كانت أمة سوداء، أصله يهودي، أصله يهودي، كان من أهل الحرة، أظهر إسلامهم ثم بعد ذلك ذهب إلى أهل الكوفة فابتدع البدع هناك، يتقرب ويتزلف إليهم بالمدح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم اخترع اختراعات ليأخذ أو يحظى المكان عندهم الرئاسة، فقال لهم: وجدت في التوراة أن لكل نبي وصيا، أن لكل نبي وصيا، ويوشع بن نون كان وصيا لموسى، أو كان وصي موسى، وعلي بن أبي طالب هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أن محمدا خاتم وخير الأنبياء، فإن علي هو خاتم خير الإيه؟ الأوصياء، أو قال هو خير الأوصياء، فحظي بمكانة عند أهل الكوفة، وأيضا قربوه من علي بن أبي طالب، فقربه علي بن أبي طالب، لكن لما رأى منه وسمع منه الغلو في شخصه في علي بن أبي طالب أراد قتله، فتدخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ومنعه من ذلك حتى لا تشيع الفتنة، لأن الناس أقبلوا عليه وصار له مكانة عند الناس، وقال ابن عباس: إنك مقبل على حرب أهل الشام، وأنت بقتل هذا الرجل ستفترق عليك العامة، فنفاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولم يقتله، وليته إيش؟ وليته قتله، لأنه أعمل الفساد. طبعا عبد الله بن سبأ كما قال جرير الطبري وغير جرير الطبري، هو أراد أن يستخدم ما استخدمه هذا الرجل الذي دخل في النصرانية ليفسد عليهم دين النصرانية، لكن أن له ذلك هو وألف من أمثاله، لأن الله تعالى قد تكفل لنا بحفظ هذا الدين، وإن كان كل من جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قد تعهد بحفظ كتابي بحفظ شريعتي للأحبار والرهبان، فضيعوا وألقوا كتابهم خلفهم ظهرية، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أما ديننا وأما شريعتنا فإن الله من فوق السماوات في عليائه تكفل بحفظها، قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فعبد الله ابن سبأ الذي أعمل هذا الفساد دخل إلى الشام وأتى بأراجيفه وأخذ يتكلم ويفشي ما عنده من هذه السموم، فلم يقبله أحد، فلم يقبله أحد، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر فقبلوه وقد أثر فيهم، فسبحان ربي العظيم. هو طبعا ذهب إلى أهل الكوفة، وأهل الكوفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة نحو المشرق، الفتنة نحو المشرق، وهو ذهب إلى مصر أيضا أعمل فيهم الفساد حتى أثار الفتن على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهيج المشاعر في أهل مصر ليخرجوا على عثمان بداعي الأمر بالمعروف والنهي إيش؟ والنهي عن المنكر، وهذا كما قلنا ستار أخذه واتخذه من أجل الإفساد والفساد الذي حدث كانت النتيجة أنهم قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لكن العجيب أن الذي سمع له أهل مصر هم الذين سمعوا له، وأيضا أهل الكوفة هم الذين اعتقدوا باعتقاده، والحمد لله أن كثير من أهل مصر أيضا لم يعتقدوا الاعتقاد، لكن منهم من سمع له، وكان أيضا منهم من خرج على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سبأ له اعتقادات كفرية، له اعتقادات كفرية وأفكار خبيثة، هذه الأفكار الخبيثة لهدم معالم الدين أو طمس معالم الدين. أهم أفكار عبد الله بن سبأ أو اعتقادات عبد الله بن سبأ هو الغيبة والرجعة، اعتقاده في الغيبة والرجعة، لذلك كان يمر على المؤمنين ويقول: العجب كل العجب،
لمن يؤمن برجعة عيسى ولا يؤمن برجعة محمد، وإن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عيسى، فهو الأولى بإيش؟ هو الأولى بالرجعة. وابتدأ يؤسس في مسألة الرجعة الغيبة والرجعة للناس، حتى وصل إلى أن اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه لم يمت وأنه سيرجع، ورجوع علي بن أبي طالب ليملأ الأرض عدلا كما ملئت إيش؟ ظلما وجورا. أنا أقول هذا الاعتقاد عند عبد الله بن سبأ، وطبعا هو السبائية فرقة من فرق الشيعة، الاعتقاد هذا عندهم هو اعتقاد أصيل لهدم الدين، لهدم معالم الدين. لما؟ لأنه لو قلنا بهذا الاعتقاد لما عندما يقولون بالاعتقاد هذا ونوم ينتظرون الإمام أو الوصي، وهذا طبعا عبد الله بن سبأ كان يعتقد الإمامة فقط في علي بن أبي طالب، لا يعتقدها في غير علي بن أبي طالب، وهذا بعضهم قال لمآرب أخرى كان أراد الرئاسة بعده التقدم بعده، فهو أصالة لما اعتقد بالرجعة كأنه يقول لا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر ولا تفعل شيئا في هذا الدين لأمور الدين ولا دعوة ولا غير دعوة إلى أن يأتي من؟ إلى أن يأتي الإمام. وهذا الذي يحدث من أبناء عمومتهم، لو تفهموا يا رب يفهموا من ها؟ لا ما هم شيعة، ما هم شيعة أبناء العمومة بقى اللي هم أشباههم، أبناء عمومتهم نفس الأمر، لكن أبناء عمومتهم يعني زوقوا هذا الكلام بالقدر، قال الذي حدث فأنت تؤمن بالقدر، رضينا بقدر الله جل وعلا وينتهي الأمر، حتى لو هدم أهل الكفر على ديار أهل الإسلام فلا حراك، لا تتحرك، يعني أهل الكفر لو هدموا على أهل الإسلام تبقى في أيديهم إيش؟ يعني لقمة سائغة هنية. فهذا الأسوأ في هذا المعتقد، فهذا المعتقد يعطل كل أوامر الدين وواجبات الدين، فهو يقول تبقى إلى أن يأتي هذا الإمام. وطبعا أفراخهم ينتظرون من؟ يذهبون في كل يوم يعني صباح مساء يذهبون إلى السرداب المهدوم ويقولون أخرج أخرج يا إمام، فهم ينتظرون الإمام، يقولون لن يقوم الدين ولن تملأ الأرض عدلا، فهم يقولون نرضى بهذا الظلم ونبقى حتى يأتي الإمام فيأخذ الحق ويدفع هذا الظلم ويملأ الأرض عدلا. شوفوا هذه المصيبة الكبرى في هذا الاعتقاد الخفي الخبيث الذي إن لم يفكر فيه الأمر المرء، وإن لم ينظر إلى النظرة الممحصة إلى الخبث والسم الناقع في هذا الاعتقاد، فإنه ممكن ينطلع على كثير من الناس يقول خلاص نرضى بقدر الله في علاه. فإذا هؤلاء أصلوا مسألة الرجعة، فإذا لابد أن لا حراك حتى يرجع الإمام فيرفع الظلم وأيضا يملأ الدنيا عدلا. وأبناء عمومتهم قالوا هذا قدر الله فلا نغير من قدر الله شيئا، لأنهم إيش؟ الجبر عندهم هو الأصل في هذا الباب. وأيضا من هذه الاعتقادات طبعا هو إذا قالوا بهذا فإنهم كما قلنا بأنهم يرون بأن الإمام هو الذي يعني لأنه من الله جل في علاه هو الذي يقيم العدل هو الذي يرفع الظلم لا غير الإمام. أيضا من العقائد التي اعتقدها عبد الله بن سبأ أو السبائية الفرقة الغالية الفرقة الباطنية التي أصل الباطنية قالوا بالإمامة، قالوا بالإمامة، وهذه الإمامة هم يعتقدون بأن الإمامة أصل من أصول الدين، وعبد الله بن سبأ يرى أن الإمامة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولا يراها في ذريته، لكن هو الاعتقاد في الإمامة له أمور كثيرة جدا، لأنه يصل هو يريد بهذه الإمامة هدم أصلا الوفاق وخلق النزاع والفراق، وهذا في الأمة مخالف لمقصود الشرع. أصل مقصود الشرع كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، إن الله يحب الذين يقاتلون، نعم كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيش؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولما قال أبي عبيدة قال تطوعا ولا تختلف، فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق، فاخترعوا الإمامة من أجل الفرقة بين المسلمين. ولذلك أنت ترى كما قال علماؤنا المحققون قال لا ترى سلاحا أشهر ولا القتل أعمل في المسلمين إلا بسبب
إلا بسبب الإمامة، بسبب السلطان، بسبب الإمامة. وهذا تراه يعني من كلام العلماء المحققين في هذا الباب، قال وهذا المقصد الأسمى لهم في اختراع البدعة العظمى وهي بدعة الإمامة. وهم يقولون أنه من الله جل في علاه وأن الدين لا يؤخذ إلا من الأئمة. لذلك لما اخترعوا الإمامة غلفوها بأمور عقائدية، منها أولا تقديس الإمام، يقولون السبعة يقولون بقدسية الإمام وأن الإمام معصوم من الخطأ ومن السهو ومن النسيان ومن المعصية. فهم يرون بأن الإمام هو كما قلنا هو الأداة أو هو خليفة الله في الأرض كما يقولون، وأنه يعني القائم بالشريعة وأنه المظهر لهذه الشريعة. طبعا بعض الغالين منهم قالوا بأن الله يحل في الإمام، له جزء إلهي، لأنه عبد الله بن سبأ يعتقد في علي بن أبي طالب أن الله حل فيه، لذلك كان إذا قابل علي يقول له أنت أنت، ويقصد بذلك إيه؟ أنت الإله، يقول أنت أنت، فهو يعتقد أن الله تعالى قد حل في الإمام. وطبعا هذه انجرت إلى كل الأئمة، فيهم جزء من الإلهية، والمعتدلون منهم قالوا بأن لهم المعجزات فلهم جزء من النبوة. فإذا الإمام عندهم لابد أن يقدس الإمام، وهذا الإمام كما قلنا هو القائم بالشريعة والبلاغ. وأيضا يعتقدون فيهم العصمة، يقولون في تقديس الأئمة، يقولون إذا قالوا بالأئمة بالإمامة كما قلنا اخترعوا الإمام من أجل تفريق الأمة، ثم قالوا وإذا قلنا بالإمامة فلابد من تقديس الإمام، فلذلك قالوا العصمة للإمام ما دام الإمام مفروضا من قبل الله جل في علاه، معينا من الله جل في علاه، فهو معصوم من الخطأ ومن السهو ومن النسيان ومن المعصية. وأيضا قالوا بأن الإمام الله جل وعلا يؤيده بالعلم تارة وبالمعجزات تارة. العلم عندهم هنا إيش المقصود به؟ هذا سيأتي، لكن العلم المقصود به هنا إيه؟ يوحى إليه حاجة نطية. الأخ صبري لسه بيصلي؟ إيش العلم؟ أي علم مقصود به؟ بتفكر لسه وتصلي؟ يا أستاذ عمرة علم الأئمة، علم الباطن، علم مقصود به العلم الباطن، لأن هم طبعا كما قلنا بأنهم في مسألة التأويل كما سيأتي في المعتقدات التي يعتقدونها بأن القرآن ظاهر وإيش وباطن، فهم يقولون يؤيد بالعلم ترى علم الباطن كما سبين في التخريف التي يسمونها تأويل. طيب فهو العلم الباطن ويؤيد أيضا بالمعجزة، ويؤيد يبقى يؤيد بالنص وبالعلم تارة وبالمعجزة إيش وبالمعجزة تارة ليتمكن الناس من العلم به. يعني هو لابد أن يظهر، لأنهم يرون بأن الإيمان العلم بالإمام. تعرفون أن أصل الإيمان عندهم ليس التوحيد، أصل الإيمان عند هؤلاء الكفرة وهم كفرة حقا، أصل الإيمان عندهم هو العلم بالإمام، وأصل الكفر عندهم هو الجهل، الجهل بالإمام. يقولون أن الله تعالى يميز الإمام بالعلم تارة العلم الباطني طيب أو بالمعجزة تارة ليتميز بين الناس فيعلم الناس أن هذا الإمام، لأن هذا أصل إيمانهم. شوف ربنا رحيم بالناس كيف، يعني يقولون أدي رحمة الله بالناس أن الله تعالى يميزه بهذه الميزات بين الناس ليعلم الناس أن هذا هو الإمام فيتبعوه، لأنهم يقولون بأن أصل الإيمان العلم بالإمام، وأصل الكفر الجهل بالإمام. فيميزه الله تعالى بالعلم الباطني تارة وبالنص تارة وأيضا بالمعجزة تارة. وأيضا من تقديسهم للأئمة، وما طبعا قلنا الأصل الأصيل في الاعتقاد تقديس الإمام، وكما قلنا كان ابن عبد الله بن سبأ يقول علي هو الإله، يقول أنت أنت أنت، تقديس الإله عندهم. كما قلنا من ذلك أيضا معرفة الغيب، أنهم يدعون بأن الإمام يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الرسول الخاتم أعظم من واطئ التراب، لو ادعى الغيب لكان إيش؟ لكان كفرا وحاشاه ثم حاشاه. هو نفسه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكيف الإمام يعني يعلم الغيب؟ النبي لا يعلم الغيب والإمام يعلم الغيب، يطلع على الغيب. فهذا الذي يعتقدونه بأنه يعلم الغيب. لما قالوا؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف انظر الكفر اللي جاءوا به، قالوا ونمسلم لم يبلغ كل ما أوحي إليه. أول تكذيبه للقرآن، أول تكذيب للقرآن قبل التكذيب لمن؟ للنبي العدنان. كذبوا القرآن لأن الله شهد للنبي أنه
قد بلغ تمام البلاغ. وين الدليل على ذلك؟ ها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والآية الأخرى المهمة جدا. لا لا لا، ماشي ماشي، ما استدل بها على تمامها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغته والله يعصمه الناس. عصم ولا ما عصمه؟ والعصمة على قدر، فلما أتم البلاغ أتم له العصمة. أيضا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لأقطع منه. ولم يحدث، هذا دلالة أنه بلغ تمام البلاغ. ويبقى كذبوا القرآن بهذا، ثم كذبوا النبي العدنان لأنه في حجة الوداع قال: اللهم بلغت. قال اللهم نعم، قال اللهم فشهد، اللهم فشهد، اللهم فشهد، وقد بلغ وأتم البلاغ، ونحن ندين الله بذلك. فهم يتهمون المسلم أنه لم يبلغ، فإن بلغ بعض ما أمر به فمن بقى الوكيل ليبلغ عنه؟ هؤلاء الأئمة. ولذلك هم يعلمون الغيب لتمام البلاغ. كفر مبين، هذا كلام لا مرية عند أحد أن هذا من الكفر مكان، بل هو أصل الكفر. فهذا من عندهم أيضا من اعتقادات السبائية، الكلام على الإمامة وتقديس الإمام، وأيضا التقية، يأخذون بالتقية. طبعا أصل التقية هنا لو أحد ذكي نقي الذهن يقول لي: لما اخترعوا التقية؟ طبعا هذه التقية طبعا كما قلنا الأصل فيها قول الله: إلا أن تتقوا منهم تقى. وقبل ذلك قد فصلت وفسرت وتكلمت على التقية عند أهل السنة والجماعة، لكن التقية عند هؤلاء أصل دين، كما قلنا أنهم رووا أن التقية ديني، ودين إيش؟ ودين أباء، ده أصل. يعني هو قالوا: لا دين لمن لا تقية له. طب ما الذي ألجأهم لمسألة التقية؟ ها ها، ما القول بالرجعة؟ لا لا، في أمر أصيل في مسألة التقية. لا لا لا، ما ده اسمه الثمرة واللازم. اسمعوا، هم إذا قالوا بأن علي بن أبي طالب هو وصي صحيح، الواقع يكذبهم ولا يصدقهم؟ كيف الواقع يكذبهم؟ مات أوس، لا سيب عائشة هنا بالتصريح، لا احنا بنتكلم الواقع نفسه. علي أبو بكر صار خليفة، عمر صار خليفة، عثمان صار خليفة، ليس في هذا فقط. ومن الذي بايع؟ علي بن أبي طالب. لو كان علي وصيا حقا لما بايع، لقالوا: أنتم تبخسون حقي. وهذا خطأ، لقالوا: أنتم غصبتم حقي. وعلي بن أبي طالب في الكوفة يقول: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن فضلنا عليهما جلدت حد المفتري. وذهب فبايع أبو بكر، وبايع عمر بن الخطاب، وبايع أيضا عثمان بعد المنازعة التي حدثت في الشورى الستة، بايع. فحتى لا تكون الحجة دامغة عليهم، كيف للوصي أن يترك؟ فقالوا إيه؟ فعل ذلك تقية. طب فعل ذلك تقية في قطح في علي بن أبي طالب في الأمرين، كتم الحق، وأنتم لم ترتضوا بذلك في الحسن. لذلك هم ليه قدموا الحسين على الحسن؟ قالوا: كيف تترك الخلافة؟ صحيح، وهو فعل ذلك للصلح بين المسلمين. لا، يقولون الآن أنكروا على الحسن وقالوها لعلي بن أبي طالب. قالوا: ما أراد أن يفعل ذلك، فعل ذلك تقية خوفا من إيش؟ من افتراق، من افتراق. طب ما يتركها لمعاوية، طب خوفا من الدماء التي سالت هذه. أين التقية هنا؟ أين التقية؟ سالت الدماء. يبقى إذا كانت المسألة على عدم فرقة المسلمين، كان من باب أولى عدم الحرب مع الجمل وإيه وصفين، لو كان هذا الكلام صحيحا. لكن هم أرادوا الهروب من التأصيل العام في هذا الباب. وين الوصي؟ أبو بكر صار خليفة بإجماع المسلمين، بإجماع الصحابة الكرام. طيب، هو أين التقية؟ الآن أنتم تقدحون في عرض علي وفي قوة علي وشهامة علي ومروءة علي. علي يزوج ابنته، زوج عمر الخطاب ابنته، هل طب خلاص المبايعة تقية؟ طب تزويجه لابنته، والبنت كانت صغيرة جدا، وزوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولنعم ما فعل علي بن أبي طالب، خير الناس بعد رسول الله وبعد أبي بكر، هنيئا لها. قال فيه عمر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعد لكان عمر. وأبو بكر وعلي بن أبي طالب قال: ما تمنيت أن أقابل الله بعمل أحد قط إلا بعمل إيش؟ بمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهم يقولون بالتقية للهروب في مسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لهم مأرب آخر، ده الأصل في اختراع التقية، لهم مأرب آخر. هذا المهرب أو المأرب الآخر المهم جدا، تمرين المسلمين على النفاق، لأنه تعلم أن الأمة بأسرها لا ترتقي إلا بالإخلاص، وأن الله تعالى لا ينصر هذه الأمة بالنفاق أبدا، لا ينصرهم بالنفاق. فانظر هنا يمرنون الأمة على النفاق على أساس أنهم يتكلمون بما يعني يخالفون ما يبتطنون بما يظهرون، يتكلمون في الظاهر بما يخالف
الباطن، وهذا فعل المنافقين. لذلك كان ابن تيمية يقول ومن صفات المنافقين الكذب، ومن صفات المؤمنين الخلص الصدق. لذلك أنا أعجب ثم أعجب ثم أعجب على طائفة أو بعض أفراد أو أحاد، يعني هل يقرون على ذلك أو لا يقرون من العلماء أو من طلبة العلم، يكذبون ثم عندما تواجه وتقول أنت كذاب بتكذب يقول هذا كذب لمصلحة الدعوة. الكذب لمصلحة الدعوة يهدم الدعوة، وهو ضال مضل من أفتى بهذا. لو أفتى بهذا وقال بأن هناك كذب لمصلحة الدعوة ضال مضل، وإنه في ذلك يعني يمرن الناس أو أهل الالتزام على النفاق، لأن من صفات المنافقين الكذب ومن صفات المؤمنين الصدق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وما يزال والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المؤمن يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيش كذابا، ويمتهنون الكذب. تجلس مع أحدهم بعدما تنتهي الجلسة بينك وبينه أو الجلسة بينك وبينه في حوار معين، تراه بعد أسبوع حوار غير الحوار مع الموتى، حوار غير الحوار بحال من الأحوال، كذب. وما المصلحة في هذا الكذب؟ هذا مخالفة لشريعة الله جل في علاه. فإذا هذا من فعل الشيعة أصالة، أسسوا هذا الأساس بالكذب بالتقية للكذب حتى يمرن المسلمين ويدخل عليهم مسألة النفاق، ولا يوفق المنافق بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم يقولون بالتقية. من العقائد الخربة أيضا الحلول والتناسخ، ده أيضا المأرب الأصيل لهم السبائية من الشيعة الذين يقولون بالحلول والتناسخ، هو أولا تخريب عقائد الناس بأنه يعتقد الألوهية في الأئمة. إن كانت السبائية قالت هي محصورة في علي بن أبي طالب، الشيعة الإمامية يقولون هي في كل إمام، فيعتقدون بأن الله قد حل في كل إمام، حل في كل إمام، فهذه مصيبة كبرى. يعني هناك من يعتقد أنه حل في مريم فقط أو حل في عيسى، وهنا يعتقدون أنه حل في كل إمام سيأتي من الأئمة التي يعتقدون أنه من الأئمة، فيعتقدون بالحلول. لذلك كما قلنا قبل ذلك عبد الله بن سبأ كان إذا رأى علي بن أبي طالب أو لقي علي بن أبي طالب قال له أنت يعني أنت إيه؟ أنت لله. وهذا الذي صفع به وجه كثير ممن اتبعوه عندما حراقهم عليه، وإن كان قد أخطأ في التحريق، والذي خطأه لست أنا، حتى لا يتنطع أحد ويقول شوفه بيتنطع وبيخطأ، لا لست أنا، قرينه مش قرينه، هو طبعا أقل منه علما لكن كان أوسع منه بابا في هذا الباب، من؟ ابن عباس، وبعث إليه وقال لو كنت مكانه ما فعلت، قتلتهم ولا أحرقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقال صدق علي بن أبي طالب، يصدق على كلام ابن عباس، منصفون عندهم إنصاف. فهو يحرقهم قالوا لا يعذب، شوف الفقه، قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذا فأنت ربنا أعوذ بالله، ويحسبون أنهم يحسبون صنعا. شوف إذا أراد الله إضلال أحد لا يمكن أن تجد له هداية بحال من الأحوال. ويعتقدون التناسخ، والتناسخ هنا الأصل لهم في التناسخ إيش هو؟ لا، الهروب من الثواب والعقاب. هو يريد يجعل طمس كل معالم الإيمان بالغيب، طمس كل، لأن أصلا قوام إيمان المؤمن هو الإيمان بإيه؟ هو يريد طمس هذا كله. أنت أصالة إن علمت أن هناك ثواب وعقاب، وأن الله تعالى يثيب المحسن ويعاقب الظالم ويعاقب الكافر ويعاقب الفاجر ويعاقب الفاسق، فإن الإنسان لابد أن يرتدع، ينزجر، يخشى على نفسه من العقاب بعد ذلك الذي سيأتي. لذلك حتى القاعدة عند البلغاء والحكماء يقولون من أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء. هم جعلهم ينسلخون من هذا الاعتقاد، اعتقاد الوقوف بين يدي الله جل في علاه ليقتص من الظالم المظلوم. لا، الإمام هو الذي يقتص من الظالم المظلوم عندهم، يعني هي كفر بالله تماما. فقالوا بالتناسخ، والتناسخ معناها أن الثواب والعقاب أقصاها أن هذه النفس أو هذه الروح إن كان صاحبها مسيئا وإن كان شريرا فعقابه أن الروح ستكون في جسد آخر، لكن جسد إيش؟ شرير. طيب، وإن كان عمله طيبا فهذه الروح ستكون في مسلخ إيه؟ صالح. هذا اللي عنده، هذا التناسخ الذي عنده. يعني إذن لا قيامة، لا قبر، لا سؤال في القبر، لا قيام بين هذا الجبار سبحانه وجل في علا، لا نار ولا جنة. فهم يعتقدون أيضا بالحلول وأيضا التناسخ، وهذه العقائد الخريبة. آخر العقائد يعتقدها السبائية الذين هم من أكثر أنواع الشيعة، يعتقدون بإيش؟ بالتأويل.
والتأويل أصالة خاتمة هذه خاتمة المفاسد. التأويل عندهم بأن للقرآن ظاهر وباطن، وقالوا بأنه لا يعلم ذلك إلا الأئمة، لا يعلم ذلك إلا الأئمة. ويعني لو الإمام مات وقام مقامه ولاية الفقيه عند الشيعة يقولون والفقيه يعلم، لكن يعلم الظاهر فقط، أما البواطن هذه لأنها علم إيه؟ الغيب لا يعلمه إلا هؤلاء، يبقى الباطل لا يعلمه إلا الإمام. فالتأويل عندهم القرآن له ظاهر وله باطل، لذلك هم يقولون بأن بعض الآيات أولوها على ما يتبنون، أولوها على ما يتبنون، وقد قلنا ذلك كثيرا. يبقى إذن خلاصة المسألة من فرق الشيعة السبائية، وهم من أكثر أهل الأرض، وهم أصل الباطنية الذين يقولون بأن القرآن ظاهر وأيضا باطن، يظهرون الإسلام يعني رسما ويبتطنون الكفر، وهم أصلا أصالة فعلوا ذلك لهدم كل معالم الدين. أصل عقائدهم كما قلنا الاعتقاد في علي أبي طالب الإلهية، ويعتقدون في الأئمة أنها لهم المعجزات كالنبوة، بل هم لهم النبوة، وبعضهم يعتقد بأن الله تعالى حل في الأئمة، وعندهم كما قلنا التقية والكلام على تقديس الإمام والكلام على الحلول والتناسخ وأيضا التأويل. هذه فرقة من هؤلاء الفرق. بقي لنا الكلام أيضا على القرامطة والكلام على الدروز والكلام على النصيرية، والنصيرية هم أكثر أهل الأرض أيضا. لو النصيرية هنا الآن حتى ما أحد يعني يضحك على أحد ويقول أنا كان في نقاش كده بيني وبعض الناس فقالوا لي، فقلت له النصيرية كفرة، قال طب بيصلوا، فأنا أقول ماذا أقول؟ ذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صلى وإيه وصام وزعم أنه مسلم على شيء واحد. أما هؤلاء يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب، وكما قلنا ينسلخون من كلية أوامر الدين، وهذا إن شاء الله يأتي تباعا. لكن قلنا أصل الكفر جاء من هذا اليهودي كما فعلوا بالدين النصراني، وهم حرفوه، أرادوا تحريف هذا الدين، وأن لهم ذلك. الحمد لله بأن ديننا قال فيه الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. في إيش؟ التقية عند أهل السنة والجماعة هي في معنى قول الله جل في علاه. أنا ما أريد، أنا أريد أول الآية حبيبي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. بعض العلماء قال أن هذه استثناء لاتخاذهم أولياء، النظر عقل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذا خطأ بين. لا، هي ليست موالاة للكفار، أصل الموالاة للكفار أنها محرمة كبيرة من الكبائر، وهي تنقسم إلى أقسام. يعني قول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه مرتبة لها مراتب، فإن تولهم في المعصية فهو عاصي، وإن تولهم في الكفر فهو كافر. هذه المسائل لها مراتب، لأن لا تؤخذ الحكم الكلي مطلقا، هذه مسألة لها تفصيل. فقول لا رفع ولا إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي تتقي من الكافر وتدفع أذاه وضرره عنك بأقل ما يمكن أن تدفعه، سواء بالكذب سواء بالمال، هذه هي أن تتقي منهم تقاه، لا أنك يعني تتخذه مليا، ولا أنك أيضا يعني تداهن في أصول الدين، أبدا لا تداهن في أصول الدين. هي بالضبط تفسير لقول عمار عندما بكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك، قال مطمئن بالإيمان، قلبي مطمئن بالإيمان، فقال له إن عادوا فإيه فعود. يمكن أن تتكلم تدخل كلمة أو كلمتين أو تكذب، لأن الكذب في هذا الباب مباح في هذا الباب، لكن أن تقول بالتقية في كل ما تدين لبني أبدا. والعلماء قالوا حتى هذه التقية التي هي رخصة للمؤمنين، قالوا والأفضل والأعظم أجرا عند الله جل في علاه ألا تتخذها، وأن العزيمة هنا أعظم عند الله جل في علاه. لذلك أجمعوا جميعا أن بلال وصهيب وأخبى بن الأرت أفضل من عمار، أجمعوا بأن بلال أفضل من عمار. لذلك كان علي بن كان عمر الخطاب يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، مفهوم؟
هي هذه. لكن من قال بأن التقية هنا بأن يحمل له الود شنقيتي مال إلى ذلك بهذا الاستثناء، وهذا خطأ مبين إن لم أكن وهما. الإخوة تراجع هذه المسألة، لكن في الأضواء مال إلى ذلك لقول الله في علا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا. فقال البر هنا نوع من المولاء أو المودة أو نوع من المودة، هذا خطأ مبين. لا مودة في قلوب المؤمنين الكافرين بحال من الأحوال، لا يجوز، ما يصح أبدا أبدا. ولو أدخل عليهم في الشبه بهذا، لأن الآية محكمة، قال الله جل في علاه بسرعة، قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يوادون من حد الله ورسوله. فهنا الله تعالى نفى ذلك نفيا تاما، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. ولذلك عمر الخطاب قال أن تدفع لي عقيل بن الخطاب، تدفع إلي فلان بن الخطاب، وتدفع إلى أبي بكر محمد أبي بكر، وتدفع إلى علي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب، قال حتى يعلم الله أنه لا مودة ولا هوادة في قلوبنا لأهل الكفر. لا يصح المودة للكفار بحال من الأحوال، لكن لا تظلمهم، لا تتعدى على أعراضهم، لا تتعدى على دمائهم، هذا واجب عليك، أخلاقيات المسلم تمنعك من الظلم ومن ذلك، لكن لا مودة. كيف تود أحدا يسب الله ويشتم الله ليل نهار صباح مساء؟ كيف يروق لقلب أن يبتسم ويهش ويبش في وجه رجل بيسب الله صباحا ويسب الله مساء، وإذا تدين بشتم الله جل في علاه؟ كيف؟ طيب نسبة الولد لله جل في علاه شتم لله، وليس مني هذا، عشان ما أحد يقول اخترع. قال الله تعالى في حديث القدسي الصحيح، قال يشتمني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه جل في علاه. إذا ما الفرق بين المودة والتقية؟ وأيضا لابد من تأويل الآية، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر مودة. وإيش الدليل؟ أولا سأقول لكم شيء، افهموا صح. البر قال أن تبروهم وإيه وتقسطوا إليه، العطف الأصل العطف المغايرة. هنا الحق بأن هذا العطف عطف إيش؟ عطف بيان وتفسير طبعا، عطف بيان. فيكون البر هنا بمعنى القسط، والقسط من حسن الخلق، والدلالة على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، ومن حسن الخلق العدل، وألا تظلم من ظلم بظلمه. وهذا الذي قال عبد الله بن رواحة اليهود، قال يعني كانوا أرادوا رشوته، قالوا لي، ثم قال لهم بعثاني أو جئتكم من خير إيه، من أحب الناس إلي، إلى أبغض الناس إلي هم يعني، ولا يحملني حبي لهم وبغضي لكم ألا أعدل معكم. إيش قالوا؟ هكذا خلقت السماوات والأرض بالعدل، هكذا خلقت السماوات، هذا هو المطلوب، أن تعاملهم بالعدل.